تعالي اقول لك على ماسك حلو جدا للبشره بمكونين اتنين. العامل الاساسي بتاعنا هو المكون الاول النشا وصفار البيض، بجد حلو جدا لتفتيح البشره وشد التجاعيد، حلوين قوي اثار بقى المصايف والشمس والصيف بقى وكده، ففي مناطق عندنا كده بتتاثر بالحراره. اول حاجه هحط النشا وهحط صفار بيضه، معلقتين كبار نشا كده، واحط عليهم صفار بيضه، هقلبهم كويس قوي لحد ما النشا يختفي عندي تماما ويكون لي كده كريم تقيل شويه. زي ما انت شايفين كده اهو بدوب النشا مع صفار البيض لحد ما النشا يختفي تماما. بصوا بقى قوامه تقيل شويه. بعد كده بقى بعد ما بنقلبه كويس جدا بيكون بقى جاهز عندنا كده، بندهن بقى بيه المكان اللي احنا عايزينه. بصوا انا هحطه مثلا على كفه ايدي اهو، انت بقى تحطيه على الرقبه، على الوش، على كل المناطق ما عدا طبعا حول العين، طبعا ما ينفعش نحط تحتها اي ماسك. بعد كده بدعكه بقى كويس قوي كده واشرب بيه بقى كل المناطق، وبعد كده بسيبه لمده 10 دقايق لحد ما ينشف ويشد معايا. شايفين النشا والبيض مشدودين جدا في ايدي، هغسله بقى بميه دافيه، ودي النتيجه. شايفين بجد فرقت جامد جدا.